السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معايا في قناة حليمة الفيلالي. اليوم إن شاء الله ضمن المعسلات الرمضانية غنقدم لكم حلوى لسان الطير أو العصفور، كتجي هائلة جدا من السماء بطريقة رائعة وبطريقة سهلة جدا جدا في التحضير، مختصرة بأقل مجهود وكتجي مقرمشة ولذيذة وكتستحق التجربة. بقاو معايا نشوفوا كل هاد التفاصيل في هذا الفيديو. نحتاج في المكونات 500 غرام او نص كيلو من الدقيق الابيض، يكون نوعيه جيده ما يعادل 4 ديال الكؤوس ديال العنبه عامرين مزيان، نصف كاس من ماء الزهر ما يعادل 100 ملل، ملعقه صغيره من القرفه اختياريه، ممكن لما كتبغيوش المذاق ديالها تستغناو عليها، ملعقه كبيره من النافع وملعقه كبيره من حبه حلاوه، كاس من الماء، نصف كيس من خميرة الحلويات، أصفر بيضة، ملعقتان كبيرتان من الزبدة تكون بحارة الغرفة عند الزبدة لينة، جوج معالق حتى ثلاثة ديال الزيت والقليل من الملح. بالنسبة لطريقة التحضير، أول حاجة كنديرو معلقة كبيرة ديال حبة حلاوة طبعا تكون منقية، ومعلقة كبيرة ديال النافع، بلا ما كنطحنوهم كنزيدو لهم داك الكاس ديال الماء وكنردوهم على النار مهيلة حتى كيغلي مزيان كيبان لينا طلق مزيان. من بعد غادي نصفيوه ونحتفظو غير بالماء ديالو ونخليوه بطبيعة الحال يبرد ونكملو الكاس، حيت حاجتنا في كاس كما كتشوفوا معايا. غادي نغربلو الدقيق نص كيلو او 4 ديال الكيسان عامرين مزيان، غادي نزيدو معها مع الدقيق طبعا نصف كيس من خميره الحلويات باش ما تنفخليناش اكثر من الجهد، ديروا غير نص كيس، واللي بغات دير كيس كامل ديروا، الا بغاتها تجيها منفوخه. غندير الملحه بطبيعه الحال ونزيدو معلقه صغيره القرفه نغربلوها من الاحسن، ممكن طبعا نزيدو الا بغينا زنجلان او لوز، الا بغينا نديرو اضافه اخرى ممكن نخليوها يعني بسيطه. ومن تسمى غير بهاد المكونات كنضيف تقريبا جوج معالق ديال الزبده، بتذوبوها ذوبوها. وبالنسبه للزيت فاما جوج معالق اما ثلاثه المعالق، واش كتبغيوها مقرمشه او تجي شيشه اللي بغيتو، يعني هاد الدهون هي اللي كتهشش، بغيتو تجيبوها شيشه بزاف عاد زيدوا واحد المعلقه صغيره ما عمرش ديال الخل. صافي غادي نخدم هاد المكونات بهذا الشكل حتى كينسجم الدقيق مع الزبده الزيت، ثم كنخلط معاهم حتى صفر بيضه وكنجمع بنص كاس ديال الماء الزهر ونكمل بداك الكاس ديال النافع. بالنسبه لهاد الكاس النافع يقدر يكون، انا عارف الدقيق ديالكم ما كيشربش بزاف، فمن الاحسن في الاخير ما تضيفوش الكميه كامله حتى تاكدوا، ولا بقات لكم معليش شربوها، فالنافع وحبه حلاوه مفيدين. صافي غادي نجمع نكمل، كنظن غادي تهزلي الكاس كامل كما غادي تشوفوا معايا. بغيتو دلكوها فغدلكوها عادي وتخدموا بها ديك الساعه، ما بغيتوش عندكم الوقت فوضعوها في بلاستيكه او في علبه كتغلق مزيان وخليوها تدلك الراسها. هذا الشيء اللي غادي ندير دابا، يعني انا نخدمها على خاطري، خصوصا ان في طريقه التحضير ديالها كيف قلت لكم سريعه وبسيطه ودغيا كتوجد، فماشي مشكل نخليها تدلك راسها او ديروها في العجانه اللي بغيتو. صافي غادي نوضعها انا في بلاستيكه ونرجعو بعد واحد ساعتين تقريبا نخدموها. ثم كنشكلوا منها كويرات، قسموها على الكميه هذه، فكنخرج منها 18 قطعه وكيبقى على حساب المقله ديالكم الا عندكم كبيره ولا صغيره. مهم ان الاساس اننا نديروهم قياس واحد، اللي عندها ميزان تحسب تقريبا درت فيهم 45 غرام في كل وحده، انا نقسمهم ونعاود نقادهم، ولا بغيتي ديري عينك ميزانك فطبعا ماشي مشكل، غير من الاحسن يكونوا قياس واحد. صافي غادي نستمر ومن بعد نقادهم كويرات ونوضعهم، بعد ما كنرش بالقليل من النشا، يعني هاد الوصفه ما غنستعملوش نهائيا الزيت في التوريق،
نشا فقط كيعطي نتيجه احسن وبطريقه اللي هي مختصره بزاف. صافي غادي نستمر بنفس الكيفيه حتى نشكلهم كلهم كويرات ومن الاحسن بسرعه باش نغطيهم ونخليوهم يرتاحوا مزيان باش يساعدونا انهم يتطلقوا بكل سهوله. بلاستيك ثم منديل ونخليهم على الاقل واحد 30 دقيقه. ونرجعوا نكملوا طريقه التحضير. كنجيبوا 4 ديال الكرات وكنديروا كميه لا باس بها من النشا وكنطلقوهم مره واحده بهذا الشكل. يعني الفكره راها باينه وواضحه، الاساس اننا نطلقوا بزاف ديال الكرات في وقت واحد وكيساعدونا احسن من اننا نبداو كنطلقوا بالزيت كل وحده بوحدها حتى ترقاق، فكيتاخذ لنا شويه ديال الوقت ودل المجهود. كنستعملوا غير الدلاك بربعتهم، كنديروا وحده في وسط وفوق وحده، وطبعا كثروا من النشا باش ما يتلاصقوا ليكمش وتفرقوهم بكل سهوله. كنديروهم وحده فوق وحده وكنطلقوهم كاملين مره واحده حتى كنحسوا بهم ارقاقوا. هذه هي الفكره، كنظن باينه وواضحه بهذا الشكل. وكنبداو كنفرقوهم كما كتشوفوا معايا، كيتفرقوا دغيا وكيجيو رقاقين ومقادين. وغادي نستمر حتى نقاد الكرات كاملين بنفس الكيفيه. كنسخنوا مقله اما خفيفه او ثقيله، النار كتكون متوسطه او مجهده. وكما غتشوفوا معايا يعني هذا المقطع فهو ما سرعتوه ما حتى حاجه، دغيا كنوضعوها ومباشره كنحسوا بها شدت راسها غير شويه، ما تحمر ما تنشف غير شويه، ونقلبوها للجهه الاخرى باش ما يشفوش لينا، ومن بعد يبقى كيتقطع من نبغيو نشكلوهم. صافي كنحس بها شدت راسها كنقلبها ونخليها غير شويه، يعني من نقلبها كتبقى اقل من المره الاولى، غير هكا فقط نحاولوا نمسحوها من داك النشا اللي زايد باش من بعد ما يهبطليناش في المقله مع الزيت. ندير وحده اخرى بنفس الطريقه غير واحد شويه ونقلبها. يعني كنأكد ما خاصهمش يتحمروا، ما خاصهمش يطيبوا بزاف، غير كنصهدوهم فقط باش يشدوا راسهم وفي نفس الوقت يبقاو رطبين. غير كنهزوهم من المقله مباشره، منديل محطوط فوق بلاستيكه، غير تنحطوها كنعاودو نغطيوها بداك المنديل والبلاستيك باش كتبقى شاده السخونيه والرطوبه ديالها وما كتنشفش وما كيضربهاش الهواء. صافي غنستمر حتى نساليهم كاملين ونرجعوا نشوفوا باقي مراحل ديال التحضير. صافي كما كتلاحظوا كنوضعوهم بهذا الشكل، يعني بلاستيكه ومنديل، ولا قينا نزيدو نغطيوهم اكثر من الاحسن باش نضمنوا انهم غيبقاو يعني سخان عرقانين حتى كيدفاو تماما. كنجيبوا اما وحده او كندوبلهم يعني جوج وحدات في مره واحده، ونحاولوا نحيدوا داك النشا اللي زايد باش ما يهبطليناش في المقله ملي نكون كنبغيو نقليو، وكنطويو عادي وحنا راخفين يدينا على شكل مستطيل ماشي كنلولبوهم باش مني يتقطعوا ويتقلاو يتنفخوا ويلقاو المجال فين يتنفخوا مزيان. صافي غادي نستمر كنكون مجدد دقيق مخلط مع الماء باش كنلصق، وكنديروا على مساحه كبيره لان كما غتعرفوا الجوانب غادي يبقاو يعني ما وصلهمش مزيان ولا تحلينا في القليان فما غاديش شكلها مزيان. صافي غادي نلصقهم ونضمن انهم لصق مزيان، والثانيه حتى هي الا بانت ما شاداش نزيدها دقيق. صافي غنستمر بنفس الطريقه، يعني النشارة وصل لي حتى للحوايج ديالي لان ضروري كنستعملوه بكميه كثيره، معليش نحاول السقطه الاخرى. صافي ونوضعوهم في بلاستيك بحال هكاك حتى ننتهيو من الكميه كامله، تسعود وحده جاوني يعني تسعود ديال المستطيلات. كنحيدو هاد الجوانب حتى دوك تيتقلاو، ونبداو كنقطعو هكا جانبي او نشكلوهم عادي اللي بغيتو، اما طولوهم او لا تقصروهم. صافي غادي نستمر كما لاحظتوا هذه بانت لي ما ملصقاش، كنكون مازال محتفظه بالدقيق ما نلحوش حتى نتاكدوا وكنلصقها. صافي غنستمر حتى نقطعهم كاملين. بالنسبه لينا الا بغينا طبعا ما نقليهمش في نفس اليوم فممكن،
كنغطيوهم ونخليوهم في الثلاجه حتى لغد ليه. بغينا مده اطول كنديروهم في واحد العلبه او في شي بلاستيكه ونخليوهم في المجمد، النهار اللي نبغيهم نجبدوهم ونقليوهم ونعسلوهم ديك الساعه. صافي غنستنى حتى نقطعوهم كاملين، ومباشره انا غادي نقليهم. كندير الزيت في مقله كتسخن مزيان، ثم كنوضع من الاحسن المرحله فاش نبغيو نوضعوهم تكون النار زايده واحد شويه باش كيتنفخوا، الا كانت بارده فيقدروا يتحلوا يقدروا ما يتنفخوش مزيان. كنوضع الكميه اللي تعمر ليا المقله وغير نحس بيهم شطوا راسهم غير شويه، نقلبهم من الجهه الاخرى ما نخليهمش حتى يتحمروا باش كيتنفخوا من الجهات كاملين. نبقاو كنقلبوا فيهم حتى نلاحظوا انهم تحمروا مزيان، ديك الساعه نقصوا الحراره باش يتحمروا على خاطرهم، ثم نصفيوهم من الزيت ونوضعوهم مباشره في العسل ديال التعسال. الطريقه ديالو ان شاء الله غتلقاوها في رابط في خانه الوصف اسفل الفيديو. ثم بهذا الشكل هنا كيكونوا مازال مقليين هشاش، ما نضغطوش عليهم، نجيبوا العسل ونوضعوها فوقهم باش يهبطوا ونخليهم يتعسلوا على ما نبغيو نهزوا القليه الاخرى. عاد كنوضعوهم في الكسكاس اولا في الصفايه تقطروا من داك العسل اللي زايد. صافي غادي نستمر حتى نقليهم كاملين، نعسلوهم ونخليهم يتقطروا مزيان ونرجعوا نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. دا شكلهم النهائي كيجيو هائلين، كيجيو قرمشين لذاد، وكما لاحظتوا طريقه سهله جدا في التحضير، وكيجيو حتى من السنين بديك العمليه درت في الاول ديال حبه حلاوه والنفع. ونشوفوهم كيفاش كيجيو من الداخل يعني عن قرب. كنتمنى ان الاعجاب ديالكم وتجربوهم. شكرا جزيلا على المتابعه والتشجيع، وشكرا مبروكه، والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله. مع السلامه.